الجمعية ديال الأجير اللي هي ديتوليتي بوبليك عند المنفعة العامة واللي هي تتساعد الأطفال اللي عندهم سرطان. هاد المساعدة تنعرفوا بأنه سرطان الطفل تيمثل 2.7% من مجموع سرطانات الطفل. عندنا في المغرب 6 ديال المراكز اللي تيديروا العلاج ديال سرطان الطفل، 2 ديال المراكز في الدار البيضاء، كاين واحد في عشين غشت وواحد في مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهروشي، كاين واحد فاس، كاين واحد في الرباط، كاين واحد في مراكش، وفي القريب العاجل مع إعادة الهيكلة ديال قطاع الصحة فغادي يتم إحداث كذلك مراكز لعلاج سرطان الطفل في المراكز الاستشفائية الأخرى اللي ما فيهمش. ونعرفوا بأنه الدولة ووزارة الصحة فهي تتكفل بالعلاج ديال هاد السرطانات ديال الطفل، لا في اطار الراميد ولا في اطار لامو. ودابا عرفنا بانه الراميد ما بقاش كلشي داز، ما بقاش النظام ديال المساعده الطبيه. اذا تنعرفوا بانه المغرب داكشي اللي كان فيه حلم اصبح حقيقه، حيث ولات تغطيه صحيه شامله. ولكن تنعرفوا بانه رغم ذلك فهناك بعض الحوايج اللي بالنسبه للعائلات المعوزه، لا بالنسبه مثلا السفر، بالنسبه لبعض التحاليل اللي ما تيداروش في المستشفى، فهنا فين تيدخل الدور ديال الجمعيه. ونعرفوا ايضا بانه حتى الناس وخمرات يمكن لهم يتابعوا الدراسه ديالهم. وكان هناك مثلا واحد المثال اللي هو مثال حي واللي هو مثال مفرح ديال واحد الطفله اللي دوزت البكالوريا ديالها واللي نجحات واللي دابا راه تتبع الدراسه ديالها في الكليه. وخصنا نعرفوا بانه سرطانات الطفل فاش يكون التشخيص مبكر والعلاج مبكر فتي يتعالجوا حتى 80%. اذا فهذا مهم تنعرفوا بانه الطفل عنده المستقبل ديالو. اذا فمهم اننا يكون تكفل بالسرطانات ديال الطفل، والحكومه ديال صاحب الجلاله والدوله ديالنا تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله فقيمه بواحد الدور مهم. ونتمناو انه هذا الشيء غادي يزيد. وهذا اليوم فهو يوم لتخليد اليوم العالمي لسرطان الطفل. اولا ندخلوا شويه ديال البهجه والسرور على هاد الوليدات، وشتيهم انهم كانوا مع الكلون، انهم يزوقوا لهم، انهم تيضحكوا. غادي يكونوا الجمعيه البيضاويه لاطباء الاطفال في القطاع الخاص هي اللي تكفلت بالمصاريف ديال هذا اليوم، واللي غادي تعطي تقدم هدايا لهاد الاطفال عباره عن لعب.